وأبوي سافر على تركيا. أنا صار لي 5 شهور هون بالبيت بميتم بيت الطفل وبدرس، بس لأكبر بتمنى أصير مصلحة إلكترونيات. منظمة بيت الطفل طبعاً بتخدم الأطفال المنفصلين والغير مصحوبين والأطفال مجهولي النسب. طبعاً عدد الحالات حالياً عندنا بالمركز 16 حالي، وعدد الحالات المخدمة بشكل عام عندنا 216 حالي. طبعاً الأطفال في الموجودين عندنا في المركز هون بيتلقوا كافة الخدمات. الهدف من المركز هو حماية الطفل وتأمين بعد عملية لم شمله مع الأسرة، أنه نأمن له أسرة بديلة أو ممتدة تلبي كافة احتياجاته. طبعاً نحن منمكنه بمشروع سبل عيش، مشروع تمكين. طبعاً تنوعت بين محل بيع المواد الغذائية ومحل بيع الأحذية أو تربية مواشي. طبعاً المشروع بناء على اختيار مقدم الرعاية للمشروع.